Ersine مباشره وتعطي براسونا من مروان دا كوستا تطول الى رمية جانبية. يقول الحكام لفائدة منتخب الكونغو الديمقراطية. 10 دقائق مشاهدينا الكرام على بداية الشوط الثاني، النتيجة نفسها 0-0. الثقة يمكن بدأت مع منتخب الكونغو الديمقراطية. ممكن هذه خطيرة، هذه خطيرة. هدف المنتخب الكونغولي جونيور كالونجي بطريقة مباغثة، قلت ممنوع ترك المجال للاعبين الكونغوليين لأخذ الثقة والمجال. شوف الإعادة، شوف شوف المرور، ترك المجال لتنفيذ هذه العرضية. مرت عليك يا منير، مرت عليك هذه يا منير، مرت عليك هذه يا منير. والمتابعة بهذه الطريقة من جونيور كالونجي الذي يفتتح باب التهديف مع بداية الجولة الثانية مشاهدينا الكرام. هدف ياتي ضد مجرى اللعب، هدف ياتي ضد مجرى اللعب. يمكن هذه الهجمة الوحيدة اللي